مرحبا بالجميع، اسمي دين واليوم سأحدثكم عن جمعية المحاسبين المعتمدين. وأنتم تتساءلون، لقد سمعت عن برنامج جمعية المحاسبين المعتمدين، هل يجب أن أشارك في برنامج جمعية المحاسبين المعتمدين أم لا؟ هل سيكون ذلك لمتابعة مسيرة مهنية جيدة في المستقبل؟ أغنى نتكلم عن ذلك، أقدم لك وجهة نظري حول الأمور، صحيح؟ وهي ليست مطلقة، عليك أن تتخذ قرارك بنفسك، لكني سأقدم لك بعض النصائح التي أعتقد أنها قد تساعدك في اتخاذ هذا القرار. أولاً، إذا كنت لا تعرف ما هي جمعية المحاسبين المعتمدين، فما هي جمعية المحاسبين المعتمدين؟ حسناً، جمعية المحاسبين المعتمدين هي برنامج محاسبة إنها مؤهل، وبالنسبة لي إنها مؤهل دولي، وكانت هذه هي السبب الرئيسي الذي جعلني أختار دراسة جمعية المحاسبين المعتمدين من أجل جانبها الدولي. الطريقة اللي يعمل بها هي أنك ستخضع لعدد إجمالي من 13 أو 14 امتحانا. يمكنك إجراء هذه الامتحانات في أي مكان، لا تحتاج للذهاب إلى مدرسة لإجراء الامتحان، لا تحتاج إلى الذهاب إلى دولة معينة لإجراء الامتحان، لا، يمكنك القيام بذلك في المنزل. هتقوم بإجراء امتحاناتك عبر الإنترنت على جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك من أي مكان في العالم. أيضاً يمكنك الدراسة بالطريقة التي تناسبك. ما أعنيه هو أنك لا تحتاج للذهاب إلى مدرسة كل ليلة في المملكة المتحدة أو أمريكا. الآن يمكنك بدء مسيرتك المهنية، يمكنك أن تحصل على وظيفة بدوام كامل، وفي وقت فراغك تدرس لهذه الامتحانات. الآن زي ما قلت هناك 13 امتحانا، لذا فهي ليست سهلة ولا صعبة، لكنها عملية طويلة. حسنا، وأسرع ما يمكنك القيام به هو في الواقع 3 سنوات، والسبب في ذلك هو أنك بحاجة إلى تسجيل 3 سنوات من الخبرة المهنية المتعلقة بالمحاسبة والمالية. يمكنك استخدام الخبرة السابقة التي لديك بالفعل في الصناعة، يمكنك القيام بذلك. لكن من تتمكن من إجراء جميع الامتحانات 13 في 3 أشهر سيستغرق الأمر بعض الوقت. الآن لحسن الحظ فإن الامتحانات الأولى ليست صعبة للغاية، إنها سريعة جدا، وبالنسبة لي عندما بدأت لم يكن لدي أي خبرة سابقة في المحاسبة أو المالية، سواء كانت خبرة مهنية أو حتى خبرة أكاديمية، أليس كذلك؟ لم يكن لدي أي شيء، كنت فقط أملك شهادة إنهاء الدراسة الثانوية. وعندما قمت بالتسجيل في جمعية المحاسبين المعتمدين سألتهم هل يمكنني التسجيل بشهادة حياة من فرنسا؟ قالوا شانغ، نعم، حسنا، هتبدأ في مستوى بيتي. مستوى بيتي هو الامتحان الأول، أليس كذلك؟ إذا لم يكن لديك شهادة إنهاء الدراسة الثانوية يمكنك أيضا القيام بذلك. إذا لم يكن لديك شيء، إذا كان لديك حرفيا لا شيء ولم تذهب إلى المدرسة أبدا، لا تزال هناك طرق يمكنك من خلالها الانضمام إلى البرنامج. سيتعين عليك إجراء امتحانات تمهيدية قبل ذلك، وهذا أمر جيد. لذا بدأت في مستوى بيتي، ومع ذلك إذا كان لديك درجات أكاديمية سابقة في المحاسبة يمكنك الحصول على إعفاءات في بعض الحالات. يعتمد الأمر، أليس كذلك؟ عادة يتم منح الكثير من الإعفاءات للأشخاص الذين درسوا في المملكة المتحدة في جامعة عادية في مجال المحاسبة. الحد الأقصى من الإعفاءات التي تقدمها جمعية المحاسبين المعتمدين هو ل9 مواد 9 امتحانات، لذا يتعين عليك بعد ذلك أداء آخر 4 امتحانات فقط، وهو أمر رائع. ماذا إذا كان عندك درجة بكالوريوس في المحاسبة أو ماجستير في المحاسبة؟ لست متأكدا من عدد الإعفاءات اللي يمكنك الحصول عليها من جمعية المحاسبين المعتمدين،
عليك أن تذهب إلى الإنترنت وتتحقق من موقع جمعية المحاسبين المعتمدين ويتسام. ابحث في جوجل وابحث عن حاسبة الإعفاءات الخاصة بجمعية المحاسبين المعتمدين، سيعطيك ذلك نموذجا. يمكنك البحث وإدخال معلومات مدارسك ودرجاتك، وستحصل على المعلومات حول ما إذا كنت تستطيع الحصول على إعفاءات. لكن لا ينبغي أن أعتمد على هذا كثيراً، أليس كذلك؟ لقد رأيت الكثير من الناس في مسيرتي المهنية الذين قابلتهم عندما كنت أعمل في أيرلندا، الذين كانوا يجتازون امتحانات جمعية المحاسبين المعتمدين مثلي، أو كانوا يخططون لإجراء امتحانات جمعية المحاسبين المعتمدين لكنهم لم يصلوا إلى ذلك. كانت الأسباب هي أنني أدرس درجة البكالوريوس في المحاسبة، لذا أنا فقط في انتظار الحصول على تلك الدرجة، لأنه بعد ذلك يمكنني الحصول على إعفاء أو اثنين. يعني كان هؤلاء الأشخاص في حالة من الشلل. حسناً، لا أوصي بالاعتماد على الإعفاءات. يا شباب، ما تفعلوا ذلك، اذهبوا حسنا، ابدأوا في مستوى بي تي كما فعلت، لأنه على أي حال لقد رأيت شبابا يأتون مع الكثير من الإعفاءات، فيجب عليهم فقط أداء آخر 4 امتحانات لأن لديهم درجات سابقة في المحاسبة من الجامعات، ثم يصلون إلى الامتحانات الأخيرة وهم غير مستعدين، لأن طريقة عمل جمعية المحاسبين المعتمدين صحيح هي أن لديك 13 امتحاناً وهناك 3 خطوات رئيسية، حيث لديك 3 امتحانات في الخطوة الأولى، ثم 6 امتحانات، ثم آخر 4 امتحانات. أنا الآن مواضيع هذه الامتحانات واسعة ومتنوعة لكنها تعاد في كل خطوة، صحيح؟ لذا فإن شيئا رأيته في الخطوتين الأوليين ستراه مرة أخرى في الخطوة الأخيرة، ولكن بشكل أكثر تقدما، كل خطوة تكون أكثر تقدما. لذا إذا حصلت على إعفاء من جميع الأوراق الأولى وذهبت مباشرة إلى الخطوة الأخيرة، فلن تكون قد استعدت مسبقا مع الامتحانات الأسهل في نفس المواضيع، ولن تكون جاهزا ولا تعرف كيف تتعامل مع ذلك. وللأسف يفشل الكثير من الناس في كثير من الأحيان. حسناً، ومع ذلك لا بأس في ذلك. إذا كنت تعتقد أنني اجتزت جميع امتحاناتي من المحاولة الأولى فستكون مخطئاً. لقد رسبت في العديد من الامتحانات وكان علي إعادة المحاولة، لكن لا بأس في ذلك. إذن هكذا تسير الأمور في الأساس. يمكنك إجراء امتحانك عبر الإنترنت، لا تحتاج للذهاب إلى الخارج. يمكنك القيام بذلك من ألمانيا، ويمكنك الحصول على إعفاءات إذا كان لديك نوع من الخلفية، ويجب عليك أن تحصل على 3 سنوات من الخبرة المهنية. الآن لا يمكن أن تكون هذه الخبرة المهنية أي خبرة. حسنا، يجب أن تكون ذات صلة، يجب أن تكون مرتبطة بالمحاسبة والمالية. لذا الطريقة اللي يعمل بها الأمر هي أنك ستعين مشرفا في الشركة اللي تعمل بها كمشرف ذو خبرة، وسيقوم ذلك الشخص بتوقيع خبرتك التي تمتد ل3 سنوات مع جمعية المحاسبين المعتمدين. الآن الحيلة هي أن المشرف يجب أن يكون محاسبا معتمدا أيضا، ليس من الضروري أن يكون عضواً في جمعية المحاسبين المعتمدين، لكنه يجب أن يكون جزءاً من منظمة IFAC. منظمة IFAC هي الاتحاد الدولي للمحاسبين، لذا فهي في الأساس مجموعة من جميع هيئات المحاسبين المعتمدين المختلفة حول العالم. لذا إذا كان هو هذا جيد، هذا مثالي، حسناً، إذا كان محاسب قانوني أمريكي يمكنه توقيع خبرتك، هل تفهم ما أعنيه؟ الآن هذا الأمر معقد لأنك بحاجة إلى استراتيجية، وقمت بعمل فيديو منفصل لكنه باللغة الفرنسية، لكن بشكل أساسي ليس من السهل الحصول على توقيع خبرتك، لأن فكرة في الأمر لديك هذا المحاسب القانوني الذي عمل بجد ليصبح محاسبا قانونيا معتمدا، أليس كذلك؟ ثم تطلب منه أن يضع سمعته على المحك ليوقع على خبرتك،
وإذا لم يكن يعرفك فمن المحتمل أنه لن يقوم بذلك، أليس كذلك؟ هذه شيء تحتاج إلى التحضير له مسبقاً، لا يمكنك الانتظار حتى اليوم الأخير لطلبه، أليس كذلك؟ يجب أن تحضره مسبقاً، يجب أن يكون لديك استراتيجية خطة. الشيء الآخر حول برنامج PR هو أنه يجب عليك التوقيع على 9 أهداف أداء، وهذه هي مجالات موضوعية عامة مثل الضرائب، المحاسبة العامة، مسك الدفاتر، الحوكمة والأخلاقيات. لذا عليك كتابة نص صغير حول كيفية تطبيق ذلك في وظيفتك، ثم سيقوم المشرف بتوقيع ذلك أيضا. أدعوك للبحث عبر الإنترنت عن مزيد من المعلومات وكتابة PR تجربة ACCAPR، ستجد كل المعلومات، لكن يجب أن تضع ذلك في اعتبارك. بما يتعلق بالدراسة، فإن أفضل ما في ACCA، وهذا ما يجذبني نحو ACCA، هو أنني لم أرغب في العودة إلى المدرسة. كنت قد انتهيت، كنت أكره الوضع الأكاديمي بأكمله. نشأت في فرنسا وقد حصلت على شهادة CCA في إيرلندا، عملت في إيرلندا، لكن كانت لدي ذكريات سيئة عن النظام الأكاديمي في فرنسا، وكان النظام صارما جدا، لم يكن مرنا، لم يكن بإمكانك العمل والعودة للدراسة في نفس الوقت، كان ذلك مستحيلا ببساطة. وبالنسبة لي عندما رأيت كيف كانت ACCA مرنة، كان ذلك كنسمة هواء منعشة، كنت سعيدا جدا. وهذا هو الشيء الرائع في الأمر، يمكنك الدراسة بالطريقة التي تريدها. حسنا، هل تريد شراء مدرسة باهظة الثمن للحصول على دروس وجها لوجه في مدينة لندن؟ تفضل، أنفق آلاف الجنيهات للقيام بذلك، يمكنك فعل ذلك. ليس عندك أي أموال لكنك تريد اجتياز امتحاناتك، فقط شاهد مقاطع الفيديو على يوتيوب، ستكون بخير. إذا كنت جادا وذهبت لجمع المعلومات التي تحتاجها فستكون بخير، فقط اشتري الكتاب من أمازون. هذا ما فعلته عدة مرات، اعتمدت بشكل كبير على الكتاب الورقي، يكلفك ماذا 40 يورو، شيء من هذا القبيل، هذا كل شيء. ثم ما تفعله هو أنك تدفع مقابل كل امتحان أثناء تقدمك. الامتحانات ليست مكلفة مقارنة بمؤهلات مهنية أخرى. إذا فكرت في امتحانات CFA على سبيل المثال فهي مكلفة جدا، عم تدفع ما يصل إلى 2000 يورو مقابل الامتحان. لذا لا تريد أن تخطئ، ومع ذلك مع ACCA كل امتحان بالطبع، عندما تجمع كل الأشياء معا، ليس إنه مبلغ كبير من المال، ومع ذلك أنت تقوم بتوزيعها على مدى فترة زمنية. لذا ستدفع 200 يورو لاختبار هنا وتدرس لمدة 3 أشهر، ثم تدفع 200 يورو هنا لاختبار آخر، وهذا ما فعلته. وكما قلت، كم من الوقت تحتاج لكل امتحان إذن؟ حسنا، بالنسبة للثلاثة أو الأربعة الأوائل استغرقت شهرا. كنت في مرحلة من حياتي حيث كنت أشعر بعدم الاتجاه، وكنت بحاجة إلى شيء، كنت بحاجة إلى تغيير المسار. لقد قمت بالعديد من الوظائف، العديد من الأنواع المختلفة من الوظائف قبل ذلك، وكنت مهتما بالفعل بالمحاسبة والمالية. ذهبت إلى حفلة اجتماعية مع زوجتي، والتقيت بأصدقائها، أليس كذلك؟ وقابلت هذا الشاب الإيرلندي الذي قال: أوه، أنا أعمل في صندوق، أنا محاسب وأنا طالب، وكنت مثل، انتظر، هل تعمل أم أنك طالب؟ لا أفهم الأمر تماما، لا يمكنك أن تكون كلاهما. قال: لا لا لا، أنا أعمل في نفس الوقت أدرس للحصول على مؤهل جمعية المحاسبين المعتمدين. وفي تلك الليلة عدت إلى المنزل وبحثت عن كل شيء يتعلق بجمعية المحاسبين المعتمدين، كيف تعمل؟ كنت مهتما جدا، أليس كذلك؟ وقلت لنفسي: حسنا، هذا ما سأفعله، سأقوم بذلك. لذا قمت بالتسجيل ودفع رسوم التسجيل، وذهبت إلى الامتحان الأول الذي كان اختبار CBDS، وهو امتحان قائم على الكمبيوتر في دبلن.
وكان امتحانا من نوع الاختيار من متعدد، يتكون من 100 أو 120 سؤالا لمدة ساعتين، امتحان 100 أو 120 سؤالا لمدة ساعتين، ودرست من خلال يوتيوب، أليس كذلك؟ كنت أشاهد كل ما أستطيع عن اختبار بي تي. كان الاختبار الأول هو اختبار بي تي. استغرق الأمر مني شهرا لأنني في تلك اللحظة كنت عاطلا عن العمل، كنت يائسا، لذا اجتزت اختبار بي تي أو أنني أؤدي الاختبار ثم أحصل على النتيجة على الفور، أليس كذلك؟ على الشاشة، لأن اختبار اختيار من متعدد، لذا تحصل على النتائج على الفور، أليس كذلك؟ ويز أن تحصل على أكثر من 50، أليس كذلك؟ إنها 100 نقطة تحتاج إلى الحصول على أكثر من 50 للنجاح، وأعتقد أني حصلت على حوالي 65. كنت في غاية السعادة، سعيد جدا، فقلت في نفسي: يا إلهي، هذا هو، سنكون بخير، سأقوم بذلك وسنكون على ما يرام. ماذا فعلت؟ عدت إلى المنزل ودفعت ثمن الاختبار الثاني بعد شهر، وفعلت ذلك مرة أخرى. درست بجنون للاختبار الثاني، وهو اختبار MA، المحاسبة الإدارية، ثم أذهب إلى مركز الامتحان 60-65 مرة أخرى، وكنت متحمسا جدا ومندفعا، وقلت لنفسي: حسنا، دعنا نحاول الآن العثور على وظيفة، دعنا نذهب، دعنا نحاول العثور على وظيفة. لذا تقدمت بطلبات للوظائف، وعندما يكون لديك قوة عاملة يائسة تلتقي بممارسة محاسبية جشعة تبحث عن عمالة رخيصة، يحدث شيء سحري، وقد وجدت وظيفة بعد اجتياز اختبارين. حسنا، هذه هي الطريقة اللي حصلت بها على وظيفتي الأولى في الصناعة، اجتياز اختبارين من جمعية المحاسبين. ويسن يا أصدقاء، أريد أن كما تعلمون أوصل لكم هذه الفكرة. لماذا يجب عليك الحصول على مؤهل جمعية المحاسبين المعتمدين؟ كما قلت، لقد قمت بالعديد من الوظائف وكان هناك الكثير من، كنت هلا بإحباط كبير لأني لا أعتبر نفسي ذكيا أو عبقريا، لكنني لا أعتقد أنني غبي أيضا. قد عملت في العديد من الوظائف من قبل، كالنادل والتموين والطهي والمبيعات والدعم ودعم تكنولوجيا المعلومات، خاصة في أيرلندا كان هناك الكثير من تكنولوجيا المعلومات في ذلك الوقت. كنت فقط كما تعلم أبحر، أتنقل أي شيء يمكنني العثور عليه. وهل شعرت يوما بذلك أنك تعمل في شركة وتريد أن تؤدي بشكل جيد، تريد أن تحصل على ترقية، أليس كذلك؟ تريد أن تنمو داخل الشركة، لذا أنت متحمس جدا وتأتي بالكثير من الأفكار وتحاول أن تكون رياديا داخل الشركة، وهذا أمر ساذج جدا. إنه ساذج جدا لأنك تقدم أفكارا، أنت تقول: أوه، يجب أن نفعل هذا، يجب أن نفعل ذاك. لدي بعض الأفكار وأقدمها لمديري مع بريق في عيني وأقول: نعم، يمكننا فعل هذا وذاك، ولدي أفكار، ماذا عن أن أبرمج شيئا هنا وهناك؟ ومديرك يقول: أوه، هذا رائع، أوه، واو، هذه فكرة جيدة جدا، واو، أنت، واو، هذا مثير جدا للاهتمام. حسنا، وهذا كل شيء. هل يمكنك إنهاء عملك الآن؟ هل يمكنك العودة؟ كانت تلك قصة مثيرة، لكن هل يمكنك فقط إنهاء إرسال تلك الرسالة الإلكترونية الآن؟ كنت أقول: ما أفهم، ما أستطيع أن أفهم، لم أستطع فهم ذلك، لكنه واضح جدا وساذج للغاية. في الشركة لديك 3 مستويات، لديك مستوى العمليات، هذا هو قاع الهرم، أليس كذلك؟ العمليات تتكون من وحدات من الأفراد الذين هم هناك لتنفيذ المهمة، وقد تم توظيفك لتنفيذ المهمة. حسناً، يا ليس هناك شيء أكثر
من المستوى التكتيكي أو المدراء الوسطاء، ثم في الأعلى لديك المستوى الاستراتيجي وهو مجلس الإدارة الذي يمتلك الرؤية والاستراتيجية والأهداف طويلة الأمد، وكل اتخاذ القرارات يكون على المستوى الاستراتيجي. أما على المستوى المتوسط فإن الإدارة الوسطى ليس لديها سلطة اتخاذ القرار أيضا، هم موجودون فقط للسيطرة أو مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية مثل عدد المكالمات التي يتلقاها هذا الشخص وعدد أيام المرض التي أخذها هذا الشخص وما إلى ذلك. هم فقط يراقبون مؤشرات الأداء الرئيسية وليس لديهم أي. كانت القوى الاستراتيجية في الواقع تتعلق بالمصالح، لذا كان من الواضح جدا أنني كنت أشعر بالإحباط لأنني كنت أفكر بسذاجة على المستوى الاستراتيجي الذي ليس فقط مستويين أعلى، بل ربما في شركة حقيقية 5 أو 10 مستويات أعلى. صحيح، وسأخبركم قصة. أنت تنتقل إلى منزل جديد. حسناً، أنت تنتقل إلى منزل جديد، لذا عليك جمع كل أغراضك ثم وضعها في صناديق، وجمع كل أثاثك ثم نقله إلى شاحنة، والذهاب إلى المنزل الجديد ونقل كل شيء. إنه أمر مرهق للغاية، ولذلك لأنه مرهق جداً كل شيء ثقيل، تحتاج إلى عضلات، تحتاج إلى مساعدة، تحتاج إلى أشخاص ذوي عضلات، تحتاج إلى أجساد، لذا تقوم بتوظيف شركة نقل. وفي اليوم اللي تصل فيه شركة النقل يقولون حسناً، نحن سوف نساعدك في نقل الأثاث. نعم نعم، هذا ثقيل جداً يا رفاق، أحتاج منكم أن تنقلوا كل هذه الأشياء الثقيلة إلى المنزل الجديد. حسناً. ثم يقول عامل النقل، الرجل الضخم ذو العضلات الكثيرة، انتظر، هل تريدنا أن ننقل هذا الأثاث إلى هذا المنزل الجديد؟ أنت تخبرني أنك تنتقل إلى هذا الحي في برلين؟ أنت تنتقل إلى هذا المنزل الجديد؟ لا 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 لا، لا تفعل ذلك، هذا المنزل الجديد ليس في حي جيد، لا توجد مدارس جيدة هناك، إنه خطر بعض الشيء. لا لا لا، لا تنتقل إلى هناك، هذه ليست فكرة جيدة. حسنا، لا أعتقد أنه يجب عليك فعل ذلك، وربما لا ينبغي علينا نقل أثاثك. وأنت تقول حسنا، شكرا على النصيحة، لكننا لازلنا سنقوم بذلك. حسناً، هذا مثير الاهتمام، قصتك مثيرة للاهتمام، لكنني اشتريت المنزل الجديد، فات الأوان، ولأكون صادقاً لقد تم الأمر، وقد استأجرتك لنقل الأثاث. حسناً. السيناريو الثاني، أنت تبحث عن منازل في موقع العقارات وترغب في شراء منزل جديد، ثم تجد منزلاً، أوه، السعر مثالي، إنه مذهل، ثم تتصل على الفور بالوكيل العقاري المدرج، وتتصل بالوكيل العقاري وتخبرهم، أوه، لقد رأيت إعلانك عن هذا المنزل في هذا الحي، أريد شراء هذا المنزل، يبدو رائعاً، السعر رائع، يبدو رائعاً. ثم يبدأ وكيل العقارات على الهاتف بالقول، أوه، نعم، هل تريد شراء هذا المنزل؟ حسناً، يجب أن أخبرك أولاً. ربما لا ينبغي عليك ذلك، لأن هذه المنطقة في الواقع حي سيء وقد تغيرت مع مرور الوقت وهي خطيرة بعض الشيء، والمدرسة الأخيرة في المنطقة أغلقت بالفعل، لذا من المحتمل أن يكون شراء هذا المنزل فكرة سيئة. ثم تستمع وتقول أوه نعم، أنت محق في الواقع، نعم، أوه، حسنا، شكرا لكونك صادقا، شكرا لإخباري بهذا، لم أكتشف ذلك، شكرا. هي تقول لا مشكلة، وأنت تقول حسنا، لن أشتري هذا المنزل. هل يمكنك رؤية الفرق بين الشخصين هناك؟ الفرق هو الشرعية. صحيح، واحد كان شرعيا، واحد كان شرعيا، ليس من الشرعي التحدث عن أشياء معينة، وهذا ما كنت أفتقده طوال حياتي، الشرعية. وأنا متأكد أن الكثير من الناس الذين يشاهدون يشعرون بنفس الشعور بالضبط. ليس لديك الشرعية لتفكر فوق مستوى راتبك. حسناً، ليس لديك الشرعية
كون في ذلك المستوى. أنت لطيف جدا. أوه نعم، هذه أفكار مثيرة جدا للاهتمام، لكن ليس لديك ذلك اللقب. أنا آسف، لذا فقط اصمت. حسنا، وهذا ما تقدمه لكم جمعية المحاسبين المعتمدين. يمكن أن تمنحك جمعية المحاسبين المعتمدين الشرعية الآن. لا أضمن ذلك بالطبع، أليس كذلك؟ لا شيء مضمون، ومع ذلك لديك فرصة، عندك احتمال مرتفع فجأة، لأنه عندما لا تقوم بمثل هذا البرنامج، أليس كذلك؟ أو إذا لم تقم بذلك، حتى لو لم تكن جمعية المحاسبين المعتمدين، أي نوع من البرامج عالية المستوى ولديك فقط شهادة جامعية، ربما مجرد بكالوريوس، وتم توظيفك كمنفذ على مستوى العمليات في هذا العالم الذي أصبح أكثر تنافسية، لديك فرصة ضئيلة جدا إن لم تكن صفرا للوصول إلى مجلس إدارة الشركة التي تعمل بها. النسبة المئوية لاحتمالية أن تصل إلى مجلس إدارة شركتك هي مجرد خطأ تقريبي، إنها 0.00000. إنها حرفياً خطأ تقريبي، فقط قل 0. دعنا نقربها، ما أقوله هنا قوي جداً، أليس كذلك يا رفاق؟ كما قلت في البداية، فإن الشيء المثير للاهتمام اللي خلني أختار جمعية المحاسبين المعتمدين وليس برنامجاً آخر، هو أن جمعية المحاسبين المعتمدين دولية تماماً. يوجد موقع إلكتروني إلى من جمعية المحاسبين المعتمدين يسمى بوابة وظائف جمعية المحاسبين المعتمدين، وهذا هو موقع حيث يمكنك العثور على كل مجتمع جمعية المحاسبين المعتمدين، الشبكة التي تنشر الوظائف. إنهم ينشرون وظائف جمعية المحاسبين المعتمدين لأعضاء الجمعية الآخرين، وأدعوك للذهاب والعثور على هذا الموقع. يمكنك فقط كتابة وظائف جمعية المحاسبين المعتمدين على جوجل وستجد هذا الموقع، وكل الدول مدرجة بشكل صحيح. يمكنك تصفح الوظائف حسب الدول، لذا فإن الوظائف حقيقية ومحدثة في الوقت الذي أسجل فيه هذا الفيديو. نحن لا نتحدث عن منصة مثل LinkedIn أو Indeed، لا، هذه موقع منفصل فقط لأعضاء جمعية المحاسبين المعتمدين. ما نوع الوظائف المتاحة؟ حسناً، بالطبع إذا نظرت إلى الأدوار الوظيفية، لديك محاسب، لديك حسابات دائنة ومدينة، لديك مدققون، محاسبون، محللو أعمال، امتثال، مخاطر، مراقبة ائتمان، شريك أعمال مالي. الآن هذه وظيفة مثيرة للاهتمام، شريك أعمال مالي، شخص يبحث عن شريك أعمال لأنه ليس في ذلك المستوى العالي لإدارة جميع الجوانب المالية للأعمال، لذا فهو مستعد لعدم قبول موظف ولكن لجلب شريك قوي جدا. مدير المالية، مدير مالي، محاسب مالي، محلل مالي، مراقب مالي، التخطيط والتحليل المالي. هناك التخطيط المالي والتحليل، ربما سمعت عن هذا من قبل، FP&A في أمريكا. محاسب جنائي، محاسب صناديق، محاسب مجموعة، رئيس قسم المالية، ضرائب، هناك الكثير. عندك كثير من الوظائف المتاحة إذا قمنا بتجميع الأمور حسب القارات. إذا نظرنا إلى أوروبا أولاً، فستجد وظائف في كل مكان لأعضاء جمعية المحاسبين المعتمدين، وسأذكر بعضاً منها. بلجيكا 165، التشيك 35، فرنسا 472، ألمانيا 800، اليونان 25، إيرلندا. إيرلندا 228، هذا هو المكان اللي درست فيه CCA بشكل جيد. هولندا 190، رومانيا 101، سويسرا 58، إسبانيا 320. وبالطبع في المملكة المتحدة هناك 8000 وظيفة، والسبب في ذلك هو أن ACCA بدأت في المملكة المتحدة، ومع ذلك لم تعد مقتصرة على المملكة المتحدة فقط.
ماذا عن آسيا يا إي والشرق الأوسط؟ حسناً، هذا هو. أنت تعرف، إذا كنت مدمن سفر توقف عن الفيديو، قم بدراسة ACCA لأنه يوجد العديد من الأماكن التي يمكنك الذهاب إليها في آسيا. صحيح، كما تعلم فإن أوروبا تتدكي ببطء، لقد انتهت أفضل أيامها والنمو فيها ضعيف. ومع ذلك في آسيا وفي أفريقيا تحدث أشياء. ماذا لدينا؟ بنغلاديش. عذراً، في بنغلاديش عندنا 400 وظيفة، في الهند عندنا 800 وظيفة، اندونيسيا، ماذا أيضا؟ اليابان، ماليزيا 1400 وظيفة، باكستان، الفلبين، قطر، المملكة العربية السعودية، سنغافورة 800 وظيفة، كوريا الجنوبية. هذا هو المكان الذي ذهبت إليه وكنت في الواقع معلم ACCA في كوريا الجنوبية. تايلاند 48، الإمارات العربية المتحدة 100، فيتنام، أستراليا. ماذا عن أمريكا اللاتينية؟ 100، فيتنام، أستراليا. حسنا، ماذا عن أمريكا اللاتينية؟ لدينا في الولايات المتحدة الأمريكية 3450 وظيفة. الآن يعرف الجميع أنه إذا كنت تريد أن تكون محاسباً في الولايات المتحدة يجب أن تكون CPA، أي محاسب قانوني أمريكي. ليس بالضرورة، يمكنك أن تكون ACCA وتذهب للعمل في الولايات المتحدة. أين كندا؟ كندا 800 وظيفة. ثم لديك كل أمريكا الجنوبية مرة أخرى، مكان مثير للغاية للذهاب إليه بصراحة. المكسيك، كولومبيا، تشيلي، البرازيل، الأرجنتين، يمكنك الذهاب، يمكنك الذهاب. دعنا نلقي نظرة على أفريقيا. ما لدينا في أفريقيا، من الواضح أن الوظائف الرئيسية توجد في الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي المرتفع. لدينا جنوب أفريقيا مع 800 وظيفة، المغرب مع 88 وظيفة، موريشيوس وهي جزيرة صغيرة ناطقة بالفرنسية بجوار مدغشقر، ملاذ ضريبي مع 128 وظيفة. لقد قمت بعمل فيديو باللغة الفرنسية عن موريشيوس، غانا مع 168 وظيفة، ومصر مع 345 وظيفة. يا رفاق، يمكنكم الذهاب إلى أي مكان مع ACCA. هذا هو ما يجعلني، هذا هو الجزء الذي يجعلني أجن. هذا ما أحبه أكثر، هو أنني يمكنني حرفياً الذهاب إلى أي مكان، خصوصاً في هذا العالم حيث تسمع أن العالم ينهار وأن الأمور ستنهار. لدينا الحرب العالمية الثالثة على الأبواب. العالم مقسم إلى قسمين، لا أريد أن أختار جانباً، أنا لست سياسياً تسبب في هذه الفوضى. حسناً، لا أريد أن أختار جانباً، أنا مجرد فرد يحاول التنقل في هذا المشهد هنا. لذا أحب فكرة الحصول على هذه السياسة التأمينية مع ACCA. مهما حدث لدي العديد من الخيارات، يمكنني شراء تذكرة طيران والذهاب إلى أي مكان آمن لأنني أستطيع ذلك مع ACCA. هذا أمر قوي. حسناً، الآن النقطة الأخيرة التي سأذكرها هي أنه كما تعلم بالفعل لقد قيل لنا، إذا كنت تدرس المحاسبة وتقوم بالحصول على الشهادات التقليدية في المحاسبة التي كانت موجودة منذ البداية منذ 100 عام، أنت تصبح محاسباً ينضم إلى ممارسة محاسبة، سواء في مدينة كبيرة أو مدينة صغيرة أو موزعة في أماكن مختلفة. الآن ألا تعتقد أن هذا النموذج التجاري يتعرض للتحدي؟ ألا تعتقد أن هذا النموذج التجاري أيامه معدودة؟ لأن هذا هو الحال بالتأكيد هنا في فرنسا، أليس كذلك؟ ما يحدث هو أن لديك هذه الممارسات المحاسبية المتوسطة والصغيرة التي تواصل الشكوى من أنها لا تستطيع العثور على العمالة، ولا تستطيع العثور على العمالة للقيام بمسك الدفاتر. إذا نظرت إلى أعمالهم، عادة ما يكون بعضهم لا يمتلك جهاز كمبيوتر، أليس كذلك؟ لا يزالون يستخدمون الورق للقيام بمحاسبة الدفاتر، وآخرون لديهم فقط هؤلاء كما تعلم عملاء من المطاعم، الجزار، صانع الجبن، مصنع النبيذ، الأعمال المحلية.
المالكون، في نفس عمر المحاسبين المعتمدين، أعني فوق 60، صحيح؟ وماذا سيحدث بعد 10 سنوات أو 15 سنة عندما يموت المالك ويعطيها لأبنائه؟ من المحتمل أن يغلق الطفل العمل، أو سيتحول إلى محاسب، إلى ممارسة أكبر، حيث كل شيء رقمي، حيث لديهم البنية التحتية الرقمية لتقليل التكاليف وأتمتة كل شيء. لذا بالنسبة لي أريد أن أتحدى هذا النموذج القديم لممارسة المحاسبة، ولا أعتقد أنني سأكون مخطئا، لا أعتقد أنه سيستمر إلى الأبد، ستكون هناك وستظل موجودة، لكني لا أعتقد أنها الطريقة الأكثر ربحية لبناء مسيرة مهنية إذا تعلمت هذا التخصص. كما رأينا العالم ينمو بسرعة كبيرة، تحتاج إلى التعرض الدولي. جمعية المحاسبين المعتمدين باللغة الإنجليزية سيتعين عليك تحسين مستواك اللغة الإنجليزية. إنها لغة إنجليزية للأعمال بمستوى عال جدا، هل حققت الإتقان؟ لأنك ستفعل إذا درست جمعية المحاسبين المعتمدين، هذا صعب، وكل شيء باللغة الإنجليزية. هذه بعض الأفكار للتفكير لكم يا أصدقاء. أنا متأكد أن هناك الكثير من الناس الذين فكروا في جمعية المحاسبين المعتمدين ولم يجدوا فيديو مثل فيديوي، لذا أدعوكم للبقاء ومشاهدة. إذا كنت سأقوم بعمل فيديوهات أخرى، شكرا جزيلا لمشاهدتكم، أراكم في المرة القادمة.